نسيت شيئا مهما يا بسام. لا زالت في جيبي. هل لم أقصد لائحة الحاجيات؟ أنا تذكرت. تفضلي أعطيه هذه. 10 ريالات؟ أتظن أن 10 ريالات تكفي ابنك لشراء احتياجاته الجامعية؟ هذا الذي يستطيع أن أدفعه يا فاطمة؟ وكأنك بهذا تقول له أخرج من الجامعة. أقول له بصريح العبارة أخرج من الجامعة إن كان هذا الأمر يريحك. أمي، أين أبي؟ ذهب إلى عمله، ما الأمر؟ كنت سأطلبه بشيء قد وعدني به. انسي الوعود وتكفلي أمرك، والدك لا يستطيع أن يدفع لك أي شيء الآن. لكنه وعدني يا أمي. وعدك وأخلف. لا تعدن أخاك بوعد لا تستطيع الوفاء به. قلت لك انسي الوعود. تفضلي، هذا كل ما يستطيع أن يدفعه لأخيك الذي ينتظر بداية العام الجامعي. 10 ريالات حتى لا تكفي ثمن كتاب. ماذا عساي أن أفعل؟ الهاتف النقال الذي أحمله بحاجة إلى تعبئة. إياك ثم إياك أن تفتحي هذا الموضوع أمام والدك. لقد فعلت المستحيل لأقنعه ليسمح لك باقتناء هاتف جوال. وهل تشكين في أنني أستعمله في غير ما وعدتك به؟ أعلم أن الهاتف الجوال في يد فتاة مثل سنك شيطان متحرك. أنا لا أقتني إلا لأنني بحاجة للاتصال بأخي سالم لكي يأخذني من المدرسة. ثقي تماما يا ابنتي، لو لم يكن الأمر كذلك لما سمحت لك أن تحملي مثل هذا الهاتف. أنت تشكين بي. قلت لك إنه شيطان متحرك. أفهم من كلامك أن أبي عاجز عن تعبئة الخط؟ نعم هو كذلك، والدك بسيط، راتبه لا يتعدى 500 ريال. 3 ريالات لا تقف في طريقه حسب ما أظن. ربما، لكنني لست متحمسة لذلك. أفهم أنك أنت التي لا تريدين ذلك. نعم، ووالدك أيضا، وأنت في عطلة مدرسية ولست بحاجة إلى هاتف الجوال. تفضل. صاحبنا عبد الرحمن قد خرج من المشفى. علمت هذا البارحة. نعم، وماذا بعد؟ قرر الموظفون أن يقوموا بزيارة إلى داره لتهنئته بالسلامة. هذا من واجبنا. قل لي، متى قررتم ذلك؟ اليوم عندما ننتهي من الدوام. حسناً، سأكون معكم إن شاء الله. إذا مد يدك إلى جيبك واعطني 10 ريالات. 10 ريالات؟ ما السبب في ذلك؟ ارتأى الموظفون في الشركة أن يشتروا هدية لعبد الرحمن جهاز تلفزة. ما رأيك؟ جهاز تلفزة دفعة واحدة؟ عندما وقع عبد الرحمن وانكسرت قدمه كان يحمل جهاز التلفزة الذي انكسر إثر الحادث. أكان من الضروري أن يحمل جهاز التلفزيون؟ أما كان من اللجدة أن يحمل كتابا بعنوان كيف تتجنب الحوادث؟ لا تكثر من الحديث، أعطني 10 ريالات. 10 ريالات يا رجل، ثمن وجبة في مطعم الهناء. ومن أخبرك أنني أرتاد مطعم الهناء؟ يؤسفني أن أقول لك إنني لا أحمل في جيبي سوى ثمن السلطة. أدفع عنك وتعطيني آخر الشهر. استطاعتك عدم المشاركة. يجب أن أشارك، هذا واجب علي. ادفع نيابة عني وسأعطيك آخر الشهر إن شاء الله.
محسن، 10 ريالات هدية لعبد الرحمن. كم أمثالك في ذمتي؟ 88 ريالا. أموافق على هذا أم أعمد إلى التفصيل؟ أستغفر الله، هل تراني أشك بأمانتك؟ إنما أريد أن يكون لك في ذمتي 100 ريال فقط إذا أمكن، ما رأيك؟ إذا أنت بحاجة إلى أن تستدين 12 ريالا. هذا إذا كان ممكن. محسن، 12 ريال. ما الأمر يا هدى؟ ما الذي يزعجك؟ كل شيء لا يروقني يا أمي. صارحيني يا ابنتي، هل هناك من سوء بينك وبين زوجك؟ أبداً، إنه يحاول جاهداً أن يسعدني. إذن ما المشكلة؟ الغسالة. الغسالة هي التي تزعجك؟ تعطلت وأصبحت غير قابلة للتصليح. استبدليها بغسالة جديدة. هذه هي المشكلة، صالح لا يستطيع أن يشتري غسالة جديدة. والدك يعرف محلاً لبيع الأدوات الكهربائية، يسهل عليك الأمر، إنه يتعامل مع زبائنه بأقساط مريحة. هذا شيء أعرفه يا أمي. إذن حلت مشكلة الغسالة. المشكلة أكبر من ذلك يا أمي. ابنتي، إنك تحبسين في داخلك أموراً لا تريدين إظهارها. بصراحة يا أمي، صالح قد وقع خلال هذه الأشهر الثلاث المنصرمة بضائقة اقتصادية جعلته يستدين من رفيقه في العمل مبلغاً من المال. رفيقه يريد استرداد هذا المبلغ ويلح على صالح بهذا الأمر. يؤسفني أن أقول لك يا ابنتي، إنك جئت إلى النبع الذي جف. أفهم من هذا أن والدي لا يستطيع أن يساعدني 200 ريال لا غير؟ والدك لا يستطيع أن يدفع لك حتى 50 ريال. كنت أحسب أنني سأجد ضالتي عند والدي الذي كان يكدس 5000 ريال في جيبه. أنت تتكلمين عن عهد مضى. أي عهد مضى؟ ولم ينقضي بعد إلا 1 سنة من شرائه الأرض 4000 ريال أو ما يزيد. حدث هذا حقا، دفع والدك كل ما يملكه في سبيل هذه الأرض. وما الفائدة أن يمتلك أرضا ولا يمتلك 50 ريالا في جيبه؟ اشتراها بهدف الربح، كان ينوي أن يبيعها بسعر مرتفع، لكن حساب الحقل لم يتطابق على حساب البيدر. الأمنيات لا تتحقق دوما يا ابنتي. على ذلك سأكلم والدك في الموضوع. لا حاجة لذلك، الرسالة تقرأ من عنوان يا أمي. أبي، أنت تحاول أن تحطم مستقبلي. بالعكس، أنا أجتهد في أن تضمن مستقبلك. وأضمن مستقبلي بهذه؟ ويحك يا سالم، تتحاول أن تقرعني وتحط من قدري. أبدا، والله ما قصدت، ولكن يا أبي، من لا يملك سوى هذه لن يرى الجامعة بعينيه أبدا. ليكن في معلومك إننا يجب أن نتأقلم مع هذا الوضع. أي وضع مزر هذا؟ أبي، هذه لا تكفي لأجرة نقل للوصول إلى الجامعة لعدة أيام. أيام قليلة وأستلم راتبي في آخر الشهر. أبي، هذا ليس حلا. وما هو الحل إذن؟ الحل في أن أترك الجامعة. أنت بهذا تحاول أن توثق الحبل حول عنقي. والله ما قصدت يا أبي، إنني أرغب في البحث عن مهنة
أمتهنها تساعدني وأساعدك. الجامعة خط أحمر، عليك أن تحافظ عليها، ففيها مستقبلك، ولم يعد أمامك إلا القليل. ما عدت أحتمل يا والدي، نحن في ضائقة مالية، لابد من التضحية كي نتخلص منها. التضحية بالجامعة أمر لا أقبل فيه ولا أرضى. ابحث عن حل يبقيك في الجامعة بأي شكل من الأشكال. صباح الخير يا والدي، كيف حالك؟ بخير والحمد لله، وأنت؟ الحمد لله. هل أستطيع التحدث مع أمي؟ طيب، هذه ابنتك، أريد التحدث إليك. صباح الخير يا هدى، كيف حالك؟ لست على ما يرام. خير إن شاء الله. تفاقم الوضع الذي أخبرتك عنه البارحة، الرجل مصر على أن يسترد دينا، ولو أدى به الأمر أن يشكو زوجي إلى الشرطة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما الأمر يا فاطمة؟ سأخبرك فيما بعد. وبعد يا هدى، أريد أن أسألك عن أفضل بائعي الذهب. وما حاجتك للذهب وأنت في وضع مزري؟ ما الذي حدث يا فاطمة؟ سأحادثك بعد 10 دقائق. ما الأمر يا فاطمة؟ ما الذي يجري في دار هدى؟ الأمر الذي حدثتك عنه البارحة. إن كان بشأن الغسالة أنا أتكفل بأقصادها. ليست الغسالة هي المشكلة، بل إنها بحاجة ل300 ريال لسداد دينها. هذا طلب يصعب تحقيقه. حتى وإن استلمت راتبك بعد أسبوع، لن يبقى من راتبي إلا النصف. إنني في ضائقة مادية حادة، ما يؤلمني أن يأتي العيد وأنا على هذه الحال. أخطأت حين اشتريت هذه الأرض. الإنسان أحيانا يمر في حالات عسر. كيف نحل مشكلة هدى؟ بالصبر. ابنتك تريد أن تبيع بعض الذهب الذي أهدي إليها بمناسبة زفافها. لا، دعي هذا تريح. وهل تستطيع أن تؤمن لها المال لسداد دينها؟ أنتم بذلك تحشرونني في الزاوية. أنت الذي حشرت نفسك بالزاوية حين أنفقت كل ما تملك. وهل ترينني أنفقت مالي سدى؟ ما الذي يفعل؟ أبيع الأرض الآن وأخسر 1000 ريال؟ أن تخسر 1000 ريال خير من أن تخسر أبنائك، وكل منهم يئن بألف ألم. أهو قمح أم شعير؟ هو شعير كالعادة. ما الذي قاله المدير؟ رفض أن يعطيني سلفة أسددها على 2 شهر. ماذا عساي أن أفعل يا صاحبي؟ أشعر بشيء يكثم على صدري يكاد يخنقني. لولا أن يكون البكاء ذلا للرجال لبكيت. ثق بالله يا رجل، إنه يغير الأحوال من حال إلى حال. قلت لك ليس ضروريا. بالضروري. اسمع، من الآن فصاعدا الطلبات ممنوعة. ولكن أنا لا أطلب شيئا سوى ثوب واحد أمضي به إلى دار خالتي. وهذا الذي قسم ظهر البعير. لا تبعد نفسك عما حدث، أنت الذي أرهقته بسنواتك الجامعية. كفى، كفاكما جدالا، كان هذا من الماضي. أما من اليوم فصاعدا يجب أن نكون جميعا في وادي، ووالدكما في واد آخر. هذه تفرقة غير مستساغة. لم أفهم كيف يكون والدي في واد وأنا في واد آخر. الطبيب يقول على والدك أن يخلد إلى الراحة، وراحة والدك تكمن في عدم التعرض للإرهاق الناتج عن الضغوطات المادية. أظن أنني
طرحت حلاً للمشكلة. أنت صاحب خبرة اقتصادية استقيتها من مادة الاقتصاد في الجامعة. أمي دعيها تكف عن السخرية، هذه كائن استهلاكي صف. كفى كفاكما جدالاً. أمي يجب على أحد الطرفين أن يفهمني، لقد غدوت شاباً يافعاً، يجب علي أن أعمل لكي أقدم يد المساعدة. قرر والدك أن تستمر في الجامعة؟ المسألة ليست عناداً ومكابرة، المسألة في أن راتب والدي لم يعد يكفي لمصروفات البيت. إذا تعاوننا جميعاً حينها يستطيع أن يسدد جميع ديونه ويسير من جديد. نحن أمام أمر طارئ، والحياة يسر وعسر، وعلينا بالصبر. حان وقت صلاة العشاء، هيا إليها. هذا الذي حدث، هو كيف حاله الآن؟ إنه بخير وقد ذهب إلى عمله. كان عليك أن تخبريني البارحة بالأمر. لم أشأ أن أقلقك، خصوصا أن حالة والدك لم تكن سيئة كما كنت تظنين، إنه مرهق فقط. أخبريني يا ابنتي، ماذا فعلت بشأن الذهب الذي كنت ستبيعينه؟ بعت بعضه. إذا أنت لم تسمعي كلامي. وهل أسعد بالذهب وزوجي إن جراء دين عليه؟ إذا كانت قطعة معدنية كهذه القطعة تريح زوجي، فما المانع أن أبيعها؟ هذا صحيح، بارك الله فيك يا ابنتي، وفية لمن أنت في داره. وماذا بشأن الغسالة؟ ما زالت كما هي، كنت أظن والدي سيساعدني هذا الشهر كما وعدني بشراء غسالة جديدة. ابنتي هدى، لا تحملي والدك فوق طاقته. أعلم هذا، لذلك سأعتمد على الذهب المتبقي مجددا، إنه الرصيد المتبقي. أعطف إلى المبلغ 9 ريالات 8 بطاقات لثلاث هواتف النقالة. وهذه 20، أصبح المبلغ 560 ريال. حان وقت الدواء، أضف إلى المجموع مبلغ 10 ريالات كدواء مهدئ للأعصاب. أصبح المبلغ 570 ريال. ما هو الناتج العام بين الراتب الذي يتقاضاه والديون المتوجبة عليه؟ أنت في مأزق لا تحسد عليه. صبرت يا رجل، فلم أرى اليسر بعد، العسر يلاحقني على الدوام. أبا سالم، بدأت تخرج عن إيمانك وعقيدتك. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، لكنني أنتظر اليسر أشكرا فلم أرى إلا العسر، فمتى اليسر؟ الله سبحانه وتعالى يرزقك من حيث لا تحتسب، عليك بالصبر يا أبا سالم. لا أدري ما الذي يصيبني، حينا أتحمل الصبر وحينا آخر أخرج عن جادة الصواب. اللهم اهدني إلى سواء السبيل يا أرحم الراحمين. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. سيتفاجأ لهذا. قد جاء أبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما الأمر؟ أخوك يقرئك السلام. سلمه الله. وقد التقاني وأعطاني هذه الورقة لك. آه
يا الله، لقد حدثت المفاجأة، الأرض بيعت ب6000 ريال. انقلب العصر يسرا. الحمد لله الذي رزقني من حيث لا أحتسب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وأخيرا جاءنا الفرج.